العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم بيع وصرف، أي اجتماعهما في عقد واحد، كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما، وصرف الدينار عشرون، لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار في البيع دونه، ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها، فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال. وحرم بيع وصرف، اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، كأن يدفع الإنسان دينار ذهب أو دنانير ذهب ويقول للبايع: أعطني ببعضها سلعة وببعضها دراهم. فاستبدال الدنانير بالدراهم هذا صرف، ومعاوضة السلعة بالدنانير هذا بيع، فاجتمع في عقد واحد، واجتماع البيع والصرف في عقد واحد لا يجوز. وذكر العلة في ذلك بقوله: لتنافي أحكامهما. أحكام البيع تختلف وتتنافى في كثير من المسائل مع أحكام الصرف. قال: لأن البيع يجوز فيه الخيار، والصرف لا يجوز فيه الخيار، ولاحتمال توقع التأخير في الصرف، الصرف لا يجوز فيه التأخير، ولا يجوز أن يكون هناك صرف مؤجل بالدين، والبيع يجوز فيه الدين. فمثل الاحتمال أو ترقب انحلال العقد، أن في احتمال لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد هناك احتمال أن ينحل العقد، يطرأ على العقد شيء يوجب انحلاله، مثل أن تظهر في السلعة عيب. لما يجتمع البيع والصرف في عقد واحد وفي عقدة واحدة، قد تكون السلعة يكتشف فيها المشتري عيبا، وإذا اكتشف فيها عيبا يجب أن يعاد النظر في قيمتها، لأن إذا اشتريت ثلاثة وبأربعة وخرج فيها عيب قد يكون ثمنها بعد ذلك اثنين أو أقل أو أكثر، فلا يعلم ما ينوب الصرف مما ينوب البيع، وبذلك يترتب على تتميم العقد وأخذ المشتري حقه ترتب على ذلك أن يكون هناك تأخير في عوض الصرف، والتأخير في عوض الصرف لا يجوز. لو كان مسألة بيعاً فقط، الأمر ساغ، ظهر عيب يسوى العيب ويكمل الناقص، ولا حرج في ذلك فيما إذا كان العقد
عقد بيعين، لكن عندما يكون معه عقد صرف في شيء واحد متلازمين، العقدان متلازمان ما في انفكاك. وعندما نريد أن نرجع الأمور إلى النصاب فيما يتعلق بعقد البيع يترتب على ذلك إما تأخير في عقد الصرف تقابض وهو غير جائز، أو ترقب انحلال البيع خيار إذا كان مثلا صح، يعني العقد كان على الخيار أو كان حدث ما يوجب الخيار في العقد، فهذا لا يمكن أن يترتب في عقد الصرف، لأن الخيار معناه عقد منحل، وكأن العقد يعني لما عملناه وحصل تقابض مع ذلك هو عرضة لأن يزاد فيها وينقص أو يتأخر في دفع أحد العوضين، وهذا كله لا يجوز في الصرف. من أجل ذلك امتنع اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. وهذا هو المشهور قول ابن القاسم، قول ابن القاسم في المدونة. وأشهب له قول آخر يخالف قول ابن القاسم، وأنه يجوز اجتماع البيع والصرف في عقد واحد. وكذلك عند الشافعية ربما عندهم قولان في المسألة، ولعل الراجح الجواز، وحجتهم في ذلك أن كل عقد هو مستقل ما دام العقد استوفى شروطه وأركانه، فينبغي أن لا يؤثر هذا على هذا. ننظر في الصرف في ذاته استوفى الشروط انتهى، هذا عقد صحيح. البيع في ذاته استوفى شروطه عقد صحيح، فليس هناك ما يجب ربط هذا بهذا. وعندما ننظر إليهم بهذه الصورة يبقى اجتماعهما لا حرج فيه. هذا هو مذهب أشهب، ولكن مشهور أنه لا يجوز، وليس فقط اجتماع البيع والصرف، بل اجتماع الصرف والبيع مع العقود الأخرى. هناك مجموعة عقود يمتنع اجتماعهما البيع، ويمتنع اجتماعه أيضا مع الصرف، اجتماع بعضها ببعض، يعني أيا كان العقد، سواء كانت بيع مع صرف، بيع مع مساقاة، بيع مع شركة. وجمعت في قولهم عقود منعناها مع الصرف سبعة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، هذا الرمز يرمز له به هذه العقود التي اجتمعت مع بعضها أو اجتمعت مع البيع يكون العقد غير صحيح. جص مشنق، الجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض. هذه العقود كلها لا يجوز اجتماع بعضها مع بعض ولا اجتماعها مع الصرف. واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما، أشار لأولهما بقوله إلا أن يكون الجميع أي البيع والصرف حيث الجميع دينارا، كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز. واستثنى يعني هذه القاعدة العامة أنه لا يجوز اجتماع البيع والصرف على المشهور، استثنوا مسألتين ليسارتهما، أو لأن الصرف فيهما غير مقصود والصرف فيهما تبع. والمسألة الأولى أن يجتمعا في دينار، يجتمع البيع والصرف في دينار واحد، تدفع دينار واحد تأخذ بجزء منه سلعة وجزء الباقي يردونه لك فضة دراهم. قال ما دام اجتمع في دينار واحد فالحاجة تدعو إلى ذلك والضرورة تدعو إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا لا يكون فيه عادة الصرف مقصودا. هذه المسألة الأولى التي استثناها.
وللثانية بقوله أو يجتمعا، أي البيع والصرف، أي البيع والصرف فيه أي في الدينار، بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار، كأن يشتري 10 أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار 20 درهما، فلو كان صرفه يساوي 10، فلو كان صرفه يساوي 10 في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه، ولا بد من المناجزة في سلعة البيع، في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب. أي الصورة التالية المستثنى أيضا أن يجتمع في دينار. المسألة الأولى الصفقة كلها لا تتجاوز الدينار، هذه مسألة. المسألة الثانية الصفقة هي أكثر من دينار، لكن البيع والصرف اجتمعا معا في دينار، مع ليس هناك دينار ما يساوي دينارا كله صرف، ليس هناك كذلك، ليس الأمر كذلك. الصفقة ب5 دنانير، ب10، ب20، ب30 إلى آخره، لكن السلعة شملت الدنانير وشملت جزءا من الدينار الأخير. إذا كان مثلا اشترى الإنسان ب30 دينارا، السلعة شملت 29 دينارا وجزءا من الدينار 30 كله نظير السلعة، وباقي الدينار 30 هو الذي وقع فيه الصرف. بمعنى في هذه الصورة اجتمع الصرف والبيع في دينار واحد اللي هو الدينار الأخير، لكن لو استقل الدينار الأخير كله صرف فلا تجوز، لأن بعد ذلك يبقى أن الصرف يصير مقصودا. لو إنسان اشترى سلعة ب5 أثواب مثلا ب6 دنانير والثوب الواحد يساوي بدينارا وكسرا، ولما عملوا الحساب وجدوا أن مجموع الأثواب تساوي 5 دنانير ونصف، فنصف الدينار الآخر يرده دراهم، فاجتمع هنا البيع والصرف في الدينار الأخير في دينار واحد. لكن لو كان جميع الأثواب هي قيمتها 5 دنانير ثم بعد ذلك الدينار الآخر رده صرفا، هذا غير جائز، لأن البيع والصرف لم يجتمع في دينار واحد، ولم يكن تكون الصفقة على استثنائها في الصورة الأولى وهي اجتماع البيع والصرف في دينار، البيع والصرف لأن في أكثر من دينار ولم يجتمع في دينار واحد، فيكون ذلك ممنوعا. والصورتان الجائزتان شرطهما المناجزة، يعني الصرف أثر هنا مع تجاوز، وأنه يعني عفي عن اجتماعه مع البيع، لكن مع ذلك بقي له أثر، وهو أن عقد البيع لابد أن يكون يدا بيد، لابد فيه من التقابض، والصرف أثر وإن كان هو يعني تبع، كان تبعا وما اعتبر ناشي وتجاوز عنه، لكن مع ذلك بقي له أثر في التقابض. الصورة الثانية اجتمع في دينار واحد بيع الصرف، أو كانت الصفقة كلها دينار واحد، فشرط الجواز أن يتم التقابض في المجلس للسلعة وللدينار والدراهم، يعني كلها يتم فيه التقابض، لا يكون فيه شيء باقي مؤجل. كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟ نعم، كيف يمكن تطبيق هذه الصورة؟ الجائزة ولا الممنوعة؟ الجائزة هو الآن يتكلم على دنانير ودراهم، يعني ذهب وفضة، تشتري بالدنانير سلعة ويردون لك مع السلعة صرف
من عملة أخرى اللي هي الفضة، فهذا غير جائز. طريقة لتطبيق الجمع اجتماع البيع والصرف في الوقت الحاضر أن تدفع لشخص سوق من الأسواق عندك 100 دينار، كل اشتريت ثوب تشتري ثوب وتشتري كذا، يقول له رد لي الباقي عملة ليبية. هذا شيء بعد بيع وصرف، هذا على رأي ابن القاسم هذا لا يجوز. وكل ما البيع والصرف هنا مقصود فهو غير جائز. فعندما تشتري بعملة وتقبض سلعة وتقبض معها عملة أخرى، هذه صورة البيع والصرف الممنوع. نعم تحدث في 100 دولار. ايه بعض الاجانب لا يوجد عندهم من المال الا دولار مثلا. طيب يصرف اولا، لا اشكال في ذلك، يصرف، يقول يصرف لي هذه 100 دينار وياخذها بالعمله المحليه ثم يشتري بالعمله المحليه، ما الاشكال في هذا؟ لكن هذا بينت لك الصورة الممنوعة على رأي المشهور عند المالكية رأي ابن القاسم، لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد، أن تشتري بالدولار ثم تأخذ السلعة وتأخذ معها الصرف بالعملة أخرى، هذا صرف وبيع لا يجوز على رأي المشهور. لكن إذا أردت أن تتجنب هذا اصرف العملة الأجنبية، خذ بها عملة محلية ثم بعد ذلك اشتري بالعملة المحلية، أو يشتري بالعملة الأجنبية ويرد لك الكسر بالعملة الأجنبية. شيخنا الدينار هذا يعني كيف نستطيع أن نقومه الآن بالعملة حتى نستطيع أن نعمل به هذا؟ الدينار الشرعي يسمى دينارا ويسمى مثقالا، وهو نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 20 دينارا. والدينار التعامل به وزنا هكذا، المعيار هو معيار الوزن هو الدرهم، فيوزن. الآن وزنه الشرعي هو 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، هذا مقدار الدينار. والدينار الشرعي معناه لما يقال دينار معناه قطعة ذهب يتعامل بها في الأسواق، مثل لو افترضنا نحن الآن صورة الليرة مثلا أو المجار أو المسائل الموجودة عندنا، المصرف المركزي والسلطة والسلطان والحاكم يعمل عليها ختم يسمى ضرب السلطان، تجد الليرات والأشياء القديمة كان عليها السلطان العثماني ولا شيء من هذا، ولا الليرة النمساوية اللي بقيت أثر عليها صورة الحاكم النمسا وكذا، إنما كانوا يتعاملون فهذه أشياء تاريخية هكذا كانت صورتها في الماضي، لكن أصبحت الآن هي مجرد حلي. إنها في الماضي كانت هي عملة يتداول بها، لا تستطيع أن تأخذ المجار النمساوي أو الليرة الإنجليزية أو الليرة المحلية وتذهب بها للسوق وتشتري بها سلعة، لا يقبلونها على أنها عملة لكن يشترونها منك كما يشترون أي سلعة أخرى. فكانت في السابق كان في قطعة بوزن محدد معروف عندهم يساوي الآن عندهم يمكن 4 جرامات وربع تقريبا، هذا هو الوزن المعروف به، وعليها الختم وعليها يعني زي ما نقول المصرف المركزي وأمر الحاكم وأمر السلطان، هذه تتداول تأخذ بها لأي شيء تشري بها السلعة، أي سلعة كلها تتمن بها الأشياء. تبي تعرف قيمة البيت مثلا 100 دينار، هذا سعر زي ما تقول تو الآن 1000 دينار ورقة أو 100,000 دينار، المهم تثمن بها، هي ثمن تقدر بها الأشياء وتعرف بها الأشياء، وليس هي مجرد حلي ولا ذهب ولا سبائك ولا قطع، بل هي عملة يباع بها ويشترى. وكذلك درهم الفضة هكذا كان قطعة من الفضة يكون عليها الختم السلطان والحاكم تسمى درهم. فإذا قيل درهم معناها قطعة فضة مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى، وإذا قيل دينار معناها قطعة ذهب مضروبة تسمى سكة يباع بها ويشترى. فعندما يصير استبدال بين الدينار اللي هو الذهب والدرهم الفضة، هذا هو الصرف،
لأن الصرف ما معناه الشرعي؟ هو بيع الأثمان بعضها ببعض. لما تبيع الذهب بالفضة معناه أنت تصرف الآن، لابد أن تطبق على هذا العقد، هذا ما هو بيع أثمان بعضها ببعض، فلابد أن تطبق على هذا العقد شروط الصرف. وشروط الصرف ما هي؟ إن كانت من صنفين مثل الذهب والفضة فلابد فيها من التقابض، المماثلة غير مطلوبة. تستطيع أن تبيع 100 درهم، وذلك الدرهم كان يختلف في كل وقت، بعض الأوقات يكون 10 دراهم بدينار، وبعض الأوقات 20، وبعضها الأوقات أقل وبعضها أكثر إلى غير ذلك، لأن المماثلة غير مطلوبة في تبادل الصنفين من الذهب والفضة، من النقود أو من النقد أو بالعين، تبادل الصنفين غير مطلوب فيه المماثلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن الشرط الواجب لابد منه هو التقابض في المجلس، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. لا، وأنت ربما تسأل على العملة المحلية الآن، هذا ليس صرفا، مثلا لو أنت دفعت 10، ربما هذا أنت تحاول أن تصل إليه، لو أنت دفعت 10 دينارات الآن العملة الورقية واشتري سلعة ورد لك الباقي دينارات وكذا، هذا علاقة له بالموضوع، ليس صرفا، هذا لا يسمى صرفا. ربما ويأتي ما يفيد هذا الكلام ويحوم حوله في الدرهم استعمال الدرهم الواحد، تشتري ببعضه سلعة ويعطيك نصفا. وفي العهد السابق لم يكن هناك كسر للدينار، دينار ما فيه إلا دينار فقط، ما تستطيعش لما تدفع دينار وانت عندك سلعة بنصف دينار ان يرد لك قطعة اسمها نصف دينار، ما كانش متعامل به، ما كانش موجود، غير متوفر هذا، فيردون لك باقي من الفضة أو من يسمونه فلوس أو شيء آخر، ويتحقق بذلك الصرف قطعا، لأن هذا نقد وهذا نقد وهما يعني صنفان مختلفان، فبيع أثمان بعضها البعض ويبقى يطبق على أحكام الصرف، إلا ما استثني المسائل التي احتيج لها للضرورة وكان الصرف غير مقصود. لكن في مسألتنا، مسألة أنت تدفع 5 دينارات أو 10 دينارات وتشتري السلعة، غرضك أن تشتري السلعة ثم تأخذ السلعة ويرد لك الباقي، فهذا لا ينطبق عليه قانون الصرف، لأنه ليس هناك بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما اشتريت سلعة والباقي هو أشبه بالمقاصة، لأنك أنت عندما تأخذ سلعة ب5 دينارات فقد عمرت ذمتك ب5 دينارات، وعندما تدفع 10 دينارات للبايع عمرت ذمته ب10 دينارات، فأنت تطلب منه 10 ويطلب منك 5، وهما من عملة واحدة، فتعمل مقاصة زي ما تجار مثلا ديون بعضها بعض، أنت تأخذ من جارك سلع وأموال ونقود وتسجل فلان يطلب مني كذا فلان يطلب مني كذا، وهو يأخذ منك ويكتب أيضا فلان يطلب كذا ويطلب كذا ويطلب كذا، في نهاية الأسبوع في نهاية الشهر تعملوا حسبة
تجمع جميع ما عندك أنت وجدت يطلب منك ألفا وأنت وجدت نفسك تطلب منه 900 فتعمل مقاصة زي ما معاملة البنوك الآن مقاصة تقسم 900 من ألف يبقى مطلوب ب100 وتنتهي المسألة. فهذه اللي الصورة الموجودة الآن هي ليست صرفا، ليس فيها بيع أثمان بعضها ببعض، وإنما هي بيع فقط شراء سلعة، لكن ترتب على كل واحد شيء في ذمته قبل الآخر. أنت تطلب 10 ويطلب 5 تعمل مقاصة يخصم هو 5 اللي يريدها ويردك 5 الباقية. هذا ينبغي أن يتجنبه إذا كان يريد أن يطبق، لأن تطبيق الدينار الشرعي وكذا كما قلت لك عليه أن يصرف الدولار، لأن قد يكون مقصود البيع والصرف في هذه المسائل، لأن متاح. هذا في السابق كان الأمر صعب كما قلت لك، ليس هناك كسر فالناس محتاجون، لكن الآن موجود الكسر وموجود كذا، فأنت بإمكانك تصرف 100 دولار تأخذها نقود ثم تشتري بحيث تتجنب موضع الشبهة هذه. في السابق دعتهم إلى هذا وحتى الاستثناء، لأنه كما قلت لك ليس هناك كسر، ما في ربع دينار ولا ثلث دينار ولا نصف دينار، الآن حتى القروش موجودة فما فيش ضرورة تدعو إلى هذا. ولا بد من المناززة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب، لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه. أرفع صوتك قليلا. إيش؟ لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد، فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة. بقاء على حكمه في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد. حال لنا هكذا يكون حال على الانفراد. فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة. الشرط هو التقابض، لأن خلافا للسيوري يقول يعني التقابض ليس شرطا. وإيش التعليل اللي ذكره؟ إيه؟ في بقاء كل منهم على حكم حال على الانفراد. فأوجب تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة. يعني جعل كل عقد له حكمه، يعني له حكمه المستقل به وتطبق عليه أحكامه البيع، نطبق عليه أحكام البيع. والبيع كما هو معلوم يجوز فيه التعجيل والتأجيل لا حرج، والصرف أيضا نطبق عليه أحكامه فلا يجوز فيه التأجيل. فقال لو اجتمع البيع والصرف بصورة من الصور الصورتين، أحد الصورتين الجائزتين، لا يشترط التقابض في السلعة وفي عوض الصرف، وإنما نطبق على كل شيء الحكم. فيما يتعلق بالبيع لا يشترط فيه التقابض، لو السلعة لم يقبضها فلا حرج، العقد صحيح، لكن مقابل الصرف اللي هو العملة الثانية هذه لابد أن يتم فيها التقابض. ورأي الجمهور هذا لا يجوز، لأن القاعدة عندهم أن ما صاحب النقد في الصرف وغيره المعاوضات، ما صرف النقد حكمه حكم النقد. لو أنت بعت دينار ومعه عرض من العروض ومعه جهاز أو آلة وكذا بذهب، فيقول لك هذا غير جائز. لماذا؟ للجهالة، ما نعرفش عقد مثل هذا، لابد فيه من مماثلة الذهب بالذهب مثلا بمثله، وأن أنت عوض فيه ذهب ومعه جهاز آلة أو شيء من هذا، والعوض الآخر ذهب فقط، ف
فكيف تستطيع أن تعمل مماثلة بينهما؟ تقول قدرنا بالقيمة، هذا الذهب 50 جرام ومعه جهاز، وهذا الذهب يعني 70 جرام مثلا. يقال لك هذا المماثلة غير محققة، مشكوك فيها، لأن ما صاحب النقدة و50 جرام صاحبها الجهاز، الجهاز يعد كأنه ذهب، ما صاحب النقدة يعد نقدا، ما صاحب الذهب يعد ذهبا، فكأن المعاوضة صارت بين 70 جرام معلوم وزنها، وعوض آخر فيه 50 جرام ذهبا، وفيه شيء آخر مجهول لا نعرف مقداره، هل هو 3 جرامات 5 جرامات 10 جرامات غير معلوم. لماذا؟ قلنا لأن ما صاحب الذهب يسمى ذهب، ما صاحب النقد حكم حكم النقد. وذلك الجمهور منعوا هذه الصورة، وإن كانت هي مستثنات في الصرف لكن منعوا فيها التأجيل، منعوا فيها التأجيل لأن فيها سلعة مع ذهب مقابل عوض آخر، والسلعة مع الذهب تسمى ذهب، فلا تتحقق المماثلة. هذا هو هذه العلة التي منعوا من أجلها التأجيل والتأخير في اجتماع البيع والصرف، حتى في الصورة الجائزة لابد من تقابض في العوضين، سواء كان فيما يتعلق بجزء البيع وما يتعلق بالصرف. السوري يقول لا، البيع له حكم والصرف له حكم، ما دام الصورة هذه جائزة واجتماعهم فيها جائز، فالبيع نطبق عليه حكمه، فيجوز فيه التأجيل حتى لو لم تقبض السلعة، العقد صحيح، لكن فيما يتعلق بالصرف لابد فيه من التقابض، فنشترط لابد من قبض الدراهم. وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين. وحرم يدون. وحرم. وحرم سلعة كشاة أو بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون. ما نسمعش جيدا. وحرم أي سلعة. وحرم سلعة. أي نعم. كشاة. كشاة أيوة. أي بيعها لشخص بدينار إلا درهمين فدون. إن تأجل الجميع الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع، أو تأجلت السلعة من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة، وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة، أو تأجل أحد النقدين كلا أو بعضا أيضا بخلاف تأجيلهما لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز، لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين، فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع. هذا أيضا استمرار في المسائل الممنوعة من اجتماع البيع والصرف، منها أن تشتري سلعة ومثل السلعة بالشاه بدينار إلا درهمين، تعطي الدينار وتأخذ الشاه وتأخذ معها الدرهمين، هذه الصورة فيها اجتماع بيع وصرف، لأن الشاه مقابل جزء الدينار هذا بيع، والدرهمان مقابل باقي الدينار هذا صرف، هذا جائز وغير ممنوع. عطفوا على المحرمات، هذا قالوا حرم اجتماع بيع وصرف، وحرم يعني شراء سلعة بدينار إلا درهمين، ولكن تحريم يعني قيده بما إذا حصل تأجيل، اشتريت والسلعة تأجلت، أو العوضان
تأجل أو تأجل أحدهما، هذه الصور ممنوعة. لكن لو تعجلت السلعة وتأجل العوضان معا لأجل واحد، قال هذه الصورة جائزة. والسبب في هذا يقول عندما تعجل السلعة يدل على أن الرغبة هي في السلعة، ويدل على أن العقد المقصود به البيع، والصرف إنما هو تبع وغير مقصود. فإذا اجتماع بيع وصرف في سلعة بدينار إلا درهمين، يعني استثنى هذه الصورة بالذات معطوفة على الصور، كأنها معطوفة على الصور المستثنات. عندنا صورتان استثناهما من اجتماع البيع والصرف، اجتمع كان في دينار واحد أو اجتمع البيع والصرف في دينار واحد. هذه صورة ثالثة أيضا يمكن أن نستثنيها إذا توفرت فيها الشروط، لكن دون توفر الشروط تكون هي معطوفة على المحرمات. وذلك وعطف على المحرمات دون تحقق الشروط فيها، وقيدها حتى الجواز إذا تحققت فيها الشروط قيدها بأن تكون يكون الصرف في درهمين فما دون لا أكثر. إذا كان الصرف أكثر من درهمين فمعناها لا يجوز حتى بالشروط التي ذكرها، وهي تعجيل السلعة. لو اشتريت سلعة بدينار إلا 3 دراهم أو 4 دراهم فالصورة ممنوعة مطلقا حتى ولو عجلت السلعة. لكن لو كان الصرف ومقداره درهمان فقط فما دون، فإذا كان السلعة مؤجلة فلا يجوز، لأن الصرف يكون مقصودا. وإذا عجلت السلعة وكان الصرف في مقدار الدرهمين فأقل، فتكون الصورة جائزة، لأن تقديم السلعة يدل على أن الصرف غير مقصود. نعم. الدرهم هو وزنه 3.12 جرام، هذا وزن الدرهم من الفضة. لكن أقول لك لا يمكن تطبيق هذا على العملات الأوراق النقدية إذا كنت تتكلم على معاملة من عملتين مختلفتين، يعني دولار ودينار، عملة أجنبية فرنك إلى آخرهم، عملة محلية، وتريد أن تشتري ببعضها سلعة وتريد أن يرد لك الباقي عملة محلية. أقول لك هذا لا تقترب منه إذا أردت أن تذهب أن تمضي على القول المشهور اللي هو يمنع اجتماع البيع والصرف، لأنه الأشياء اللي استثناها العلماء استثنوها للضرورة من هذا القول، القول الذي يقول بالمنع مؤسس على أن البيع والصرف لا يجوز اجتماعهما، هذا هو الأصل لتنافي أحكامهما. ولكن استثنوا بعض الصور للضرورة للحاجة، كما قلت لك ليس هناك ربع دينار ولا نصف دينار ولا ثلث دينار، فهو محتاج لأن يأخذ بالدراهم. أنا كيف يعني؟ أنت بتشتري سلعة وهي أقل من دينار، ماذا تصنع؟ ما عندك خيار، لو بدأت تأخذ منها صرف، فاجتمع البيع والصرف. وذلك هم تجاوزوا في قدر الضرورة لأن ما كانش هناك كسر لهذه العملات. لكن الآن هذا غير موجود، الآن الكسر موجود سواء في العملة الأجنبية أو في العملة المحلية، فليس هناك حاجة تدعو إلى هذا، ولا أنت تحتاج إلى أن تقول لي الدرهم كم يساوي وكم الصورة اللي هذه الصور المستثناة لو أردنا أن نطبقها، يقول لك لا تطبقها، إلا لا تنطبق على وضعنا، ليس هناك ضرورة، والحاجة التي دعتهم إلى أن يستثنوا هذا الاستثناء غير موجودة. إذا كنت تتكلم عن بيع وصرف حقيقي، يعني تشتري بعملة سلعة وتأخذ الباقي بعملة أخرى، هذا اجتماع بيع وصرف ليس فيه شيء جائز، هكذا أرى الآن. لكن إذا كنت تتكلم عنك
تشتري بنفس العملة، تعطي ورقة بفئة 50 ولا 100 ولا كذا، وعندك نفس العملة أقول لك هذا لا إشكال فيه، لأن هذا بيع وليس فيه صرف، لأنك لا تبيع الأثمان هنا، وإنما تشتري سلعة، وما بقي لك عنده هو من باب المقاصة، هو يأخذ دينه وأنت تأخذ دينه. ليس هو صرف، ليس لك صرف، الغرض ليس، ما دام انت الغرض هو السلعه والتخالص هذه مقاصه، لكن امتى تكون هناك يعني تهمه صرف؟ لو انت تاتي بورقه 10 دينار لا تريد سلعه، تاتي للبنك والصرف تقول بها ورق اوراق دينارات، هذه تهمه صرف موجوده، لانك انت ليس هناك بيع، فهناك بد فيها من التقابض وما يصحش فيها التاخير. لكن في الصورة الأولى أنك اشتريت سلعة وبعدك تريد أن تتخالص مع البائع، حتى لو بقي عنده الباقي ورجعت إليه غدا أو رجعت إليه بعد، لا حرج في ذلك، لأن ليس هناك صرف حقيقة، هي مقاصة تتم الآن وتتم بعد أسبوع وبعد شهر، لا حرج في ذلك. لكن أمتى تكون المسألة بالفعل يعني هي شبيهة بالصرف أو بالمبادلة اللي هي تابعة للصرف، لأن الصرف له صور، منها يعني بيع الأثمان بعضها البعض، ومنها تكون من صنفين، ومن أحيانا تكون من صنف واحد، استبدال ذهب بذهب أيضا يدخل باب الصرف، فإن كان بالعدد يسمونه مبادرة، وإن كان بالوزن يسمونه مراطلة، لكن كله تجري عليه أحكام الصرف المذكورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها، إذا كانت متماثلة لابد أن تكون مثلا بمثل، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فلما تدفع أنت ورقة من فئة 20 دينار أو 50 دينار، يقول أريدها عشرات أريدها خمسات، هنا ليس هناك عقد بيع، هناك واضح أنه استبدال عملة بعملة صرف، هذا لا يجوز في أن تأخذ الجزء وتقول لو أرجع أخذ الباقي بعد يوم، هذا غير جائز. لكن ما دام أنت تشتري سلعة وتتخالص معه فهذا لا يمضي عليه حكم الصرف. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال: أو تعجيل الجميع فيجوز، فيجوز بالأولى. أو إيه؟ قال بذات الكلام: وحرم سلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع فيجوز بالأولى. إذا عجل الجميع بالأولى يكون جائز، لا إشكال في ذلك. يعني أي نعم طيب. فذكره لتتميم الأقسام، لكن الجواز حينئذ لا يتقيد بالدرهمين، وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد، لقوله: إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمع فيه، فكأنه لما استثنى من القاعدة الكلية قوله إلا أن يكون إلى آخره، قيل له: فهل هذا على إطلاقه؟ فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا، وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله: كدراهم، أي كجواز استثناء. شبه قوله، هذا كلام. وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله: كدراهم، أي كجواز استثناء دراهم من دنانير، كأن يشتري 10 أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين، وصرف الدينار
وصرف الدينار 20 وصرف الدينار 20 ووقع البيع بالمقاصة أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثنات قدر صرف دينار من الدراهم أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا. اجتمع قدر صرف أيه؟ قدر صرف دينار أسقطا له دينارا، والحال أنه لم يفضل شيء من الدراهم بعد المقاصة في المثال، لأنه يعطيه 9 دنانير ويسقط العاشر في نظير 20 درهما، فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد. يعني هذه الصورة أيضا إنسان يشتري ما زال نتكلم على أن الشراء بالدينار هي العملة الذهبية السكة، ويناظرها عملة أخرى تسمى الدراهم، وكان في كل وقت الدينار له صرف من الدراهم، أحيانا يكون الصرف 12 درهم الدينار الواحد، وأحيانا يكون 10 دراهم، وأحيانا يكون أقل وأحيانا يكون أكثر. فإذا كان الإنسان يريد أن يشتري مجموعة من العروض من السلع، من أثواب، من آلات، من أي شيء آخر، ودفع عدد من الدنانير 100 أو 1000 أو كذا، ولكن كل قطعة من هذه السلعة ثمنها دينار إلا كسرا، الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، وكل قطعة تريد أن تشتري مثلا 1000 قطعة، كل قطعة ثمنها دينار إلا عشر، إلا درهم، إلا درهمين. فيجوز لك أن تشتري هنا، ظاهر المسألة أن كأن فيه اجتماع بيع وصرف، يعني السلعة تساوي أقل من دينار، هذا بيع، والجزء المتبقي هو لك بالدراهم، فكأنك أنت في لك في ذمته دراهم، تدفع دينارات ولك في ذمته مقابل هذه الدينارات دراهم وسلع، والدراهم والسلع لما يجتمعان مقابل دينار معناها هذا بيع وصرف. والله المسألة هذه أيضا مسألة ممنوعة، هكذا هو الأصل فيها اجتماع البيع والصرف. قال المسألة هذه تجوز في حالة واحدة، إذا دخلتما على المقاصة، أنت اشتريت 1000 قطعة وكل قطعة بدينار إلا درهم، من اجتمع لك عنده 1000 درهم، كل دينار فضلك من الدرهم، وعندما تعاقدت معه قلت له هذه الدراهم اللي بتفضل عندي لك معك هي 1000 درهم، وصرف الدرهم صرف الدينار هو 10 دراهم، معناه 1000 × 10 معناه عندي يبقى لي معك 100 دينار، لما نجمعهم يبقوا 100 دينار، أخذ بهم 100 قطعة، فبدل ما بناخذ يعني 1000 قطعة فقط سأخذ منك 1100 قطعة، فدخلنا على المقاصة من أول مرة، لا أن أخذ منك دراهم ولا لا أن تبقى في ذمتك دراهم لي أني، لا لا تبقى، ذمتك ليست عامرة بدراهم نحوي، وذلك الصرف غير موجود، ذمتك عامرة نحوي بأثواب فقط، فكل ما يجتمع عندك دراهم حولني إلى دنانير، تلقائيا يتحول إلى دنانير وتعطيني بهم السلعة، فليس هناك إلا بيع. هذه الصورة قال تكون جائزة، لأن الصرف الواقع غير موجود، لأن ذمة الطرف الآخر لم تعمر إلا بسلعة، لم تعمر بدراهم. لماذا؟ لأنه ما دخل على المقاصة من أول يوم، من أول مرة تلقائيا تتحول دراهم إلى دنانير ويأخذ بها أثواب، يأخذ بها أثواب.
أو معدات أو غير ذلك. قال إذا دخل على المقصر فهذا جائز والأمر واضح، فإذا دخل على عدم المقصر قال فلا تجوز، حتى لو حصلت فيما بعد. لو قال أشتري منك كل قطعة بدينار إلا درهم وأعطاه السلعة، أعطاه الدينارات وأخذ السلعة، وبعدين لما صار يتحاسب قال كم بقي، قال كذا، قال أعطيه بمثوى بيضة، قال هذه غير جائزة، لأنه إذا لم يدخل على المقاصة معناها ترتب في ذمته دراهم، اجتمع الصرف مع البيع، واجتمع البيع مع الصرف غير جائز. وكذلك تبقى يعني تدخل حتى ربما في الدين بالدين، كل واحد شغل ذمته بعملة تجاه الطرف الآخر ولم يحصل لها يعني إنهاء العقد، العقد بقي معلقا لا يدري هل يأخذ دراهم أو يأخذ دينارات. الغرض أن الشرط في جواز هذه الصورة لابد أن يدخل على المقاصة من أول الأمر، لا أن يدخل على عدمها، يدخل على عدمها فيكون يدخل فيه بيع الدين بالدين أو دين، يعني كان كل واحد يريد أن يعمر ذمة الآخر بعملة ولم يتقابضا، إذا دخل على عدم المقاصة. وإذا سكت فأيضا اجتماع البيع والصرف وارد، لأن الذمة عمرت بدراهم مقابل ولو في النهاية سيحولهم ويأخذهم أثواب وكذا، لكن عمرت الذمة بدراهم مقابل دينارات ودراهم مصروعة بسلعة فهو من اجتماع البيع والصرف. وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة. وأشار لمفهوم ولم يفضل. ولم يفضل شيء. وأشار لمفهوم. الحسبة مسكرة. مسكرة التسكير. كل ما اجتمع زي ما جبنا في المثال اجتمع على 100,000 درهم، لما قسمناه على صرف الدينار بالدرهم طلعت 100 دينار، لم يفضل شيء، فلم نصل لا إشكال فيها. وأشار لمفهوم ولم يفضل بقوله والحكم في فضل الدرهم أو الدرهمين بعد المقاصة كذلك، أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة، إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار. والحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة، كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم، فمجموع المستثنيات حينئذ 24 درهما، 20 منها في نظير دينار يفضل 4 دراهم كالبيع والصرف، أي كاجتماعهما في دينار، لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال، فيجوز إن تعجل الجميع وحرم اتفاقا. هذا المثال الذي ذكره عندما سلعة تشترى بدينار لكسر ثم بعد ذلك يدخلان على المقاصة، قال إذا لم يفضل شيء فهذا لا إشكال فيه، فإن فضل شيء ما الحكم؟ قال ينظر في هذا الذي فضل هل هو مقدار درهمين فأقل والأكثر، لما عملنا المقاصة وأخذ بالدراهم وحولها إلى دنانير وأخذ بها السلعة والأثواب وكذا، الكسر الذي بقي كم مقداره؟ قال إن كان بقي مقداره درهمين فأقل فهذا كالصورة السابقة في قوله كشراء سلعة بدرهمين إلا درهمين بدينار إلا درهمين تجوز، بشرط تعجيل السلعة، إما تعجيل الجميع أو تعجيل السلعة، ولو تأجل النقدان
لكن بشرط أن يتأجل إلى أجل واحد. هذه الصورة التي يجوز فيها شراء سلعة بدينار إلا درهمين، إما بتعجيل الجميع أو بتعجيل السلعة وتأجيل النقدين، تأجيل النقدين إلى أجل واحد. وغير ذلك إذا تأجلت السلعة أو اختلف أجل النقدين أو تأجل الجميع، ثلاث صور هي ممنوعة. قال هذا ما تقدم وطبقه هنا. فإذا كان بعد المقاصة فضل درهمين فقط كان تعجل الجميع فهو جائز، تعجلت السلعة فهو جائز، تأجل النقدين إلى أجل واحد فهو جائز، لكن إذا تأجلت السلعة فلا تجوز. هذا إذا كان الباقي هو درهمان فقط. إذا كان الباقي أكثر من درهمين، قال بعد ذلك نطبق عليه أحكام المسألتين الأوليين، هل اجتمع في الدينار الأخير ولا كان أكثر من ذلك؟ إذا كان اجتمع في الدينار الأخير فإنه يجوز بشرط التعجيل، لأن المسألتين الأوليين اشترط فيهم تعجيل، لا يجوز التعجيل. عندما قالوا حرم بيع وصرف إلا أن يكون البيع والصرف اجتمع في دينار واحد، أو كانت الصفقة جميعا هي مقدارها دينار، وهذا الاستثناء جائز في هاتين الصورتين. قال بشرط التعجيل ما عليه المشهور، إلا السيوري ربما له رأي آخر، لكن لابد من التعجيل. طبق عليه حكم الصرف، لأن ما صاحب النقد حكمه حكم النقد، فكأنه كله يعني صرف، ويعني ليس السلعة ليس لها حكم خاص بها. فإذا في هذه الحالة إذا فضل شيء وكان هذا الفاضل مقدار الدرهمين فيجوز بشرط تعجيل السلعة أو تعجيل الجميع، ويتأجل السلعة أو تأجل الجميع فلا تجوز. فإذا كان الفاضل أكثر من درهمين ننظر في هذا الفاضل، فإن اجتمع في دينار واحد تكون الصورة جائزة لكن بشرط تعجيل الجميع، وإن كان أكثر من ذلك فلا يجوز. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.